أحسن الله إليكم. يقول: كان هذا الرجل يخرج زكاة ماله في رمضان، وكنت معه في ذلك، لكنه أحيانا يعطي من ليس بحاجة إلى الزكاة، فكنت أحتجز من الزكاة مبلغا أوزعه بمعرفتي، جهلا مني عن أخذ رأيه في هذا الأمر، فما الواجب علي الآن تجاه هذه الزكوات وأنا والله لا أعلم مقدارها إلا بالتقريب، حيث مر عليها سنوات وحرصت في السنوات الأخيرة من العمل على البعد عن هذا الموضوع نهائيا، فهل علي إخراج تلك الزكوات مرة أخرى من حسابي، علما بأنني في توزيعي لها سابقا كنت أوزعها على أناس أعرفهم وعلى نفسي وعلى أهلي جهلا ودون مبالاة مني؟ ساعة تمكن الشيطان، كفانا الله وإياكم شره. توزيع الزكاة نيابة عن الغير لا يجوز إلا بإذنهم، لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية عند إخراجها، فلا بد من توكيل من تجب عليه أن يوكل من ينوب عنه في توزيعها. وأنت لم توكل في هذا العمل، ثم إنك ذكرت أنك تأخذ لنفسك ولأقاربك، وهذا أمر لا يجوز. على كل حال، الواجب عليك رد المبلغ لوكيل هذا الذي أصابه القصور، ترد المبلغ إلى وكيله الشرعي وتخبره بأن هذه زكاة كانت عنده وصرفها بغير إذن صاحبها، نعم، وهو يتولى هذا الأمر نيابة عن الموكل، نعم.